عبر الهاتف معي من الرياض دكتورة ليلى عبد العزيز الهلالي، مستشارة اجتماعية وأسرية. أهلا بك معنا دكتورة ليلى. كيف لقيتي موضوع الخدمة المدفوعة؟ يعني ما بعرف هم الواحد أو الوحدة إنه بده يدفع مصاري كمان. مرحبا ميسون، يعطيك أهلا. العافية حبيبتي. يبدو لي لا، مش عشان بده يحب يدفع مصاري، لأنه هو حسب التقرير اللي ذكر الآن أنه هاي في أوروبا، في ألمانيا، وكانت قبلها في أمريكا. صحيح. ذنون الحب متاح لهم في كل وقت وأي وقت، فأختاروا الطريقة اللي أنا ممكن أقدر أسميها زواج صالونات، بس هي صالونات رقمية، صالونات ديجيتال. يبدو لي الآن الرجل في الغرب يبحث عن الغموض، يبحث عن امرأة ما يشوفها كل يوم، يمكن لأسبابه، بس هي فكرة يبدو لي ممكن تطبق عندنا احنا هنا، لأنه هي مساحة الحرية أقل أضيق. لو قننت بشكل جيد ممكن تكون منصة جيدة لارتقاء اثنين بعيدين عن بعض جغرافيا أو ظروف إلى آخره، ممكن هالمنصة تجمع البعيدين، ليه لا؟ بس النسبة قديش كبيرة انه حتى ما يبدأ على بالعالم الافتراضي هو ينتقل اخر النهار بده ينتقل على عالم الواقع؟ بده ينتقل later on. هو حسب التقرير انه هي تبدأ، هذه بدايات، هو صالون رقمي يرتقوا فيه الاثنين وبعدين ترجع لأرض الواقع، بعيد عن أي تأثيرات أسر، تأثيرات أصدقاء إلى آخره. الخيار هنا يكون محايد جدا، الطرفين فقط يختارون بس بعض. يعني بس هو بيرجع بيصب بنفس الواقع آخر النهار، يعني مثل ما ممكن تتعرفي على شخص بعيدا عن العادات والتقاليد وبعدين بده يرجع يصير نفس الخطوات. هي تول ميسوني، ميتول جديد أو قناة جديدة مراد منها، وزي ما قلت في البداية إنه يبدو لي إن الرجل أصبح يبحث عن امرأة بعيدة عن نظره، امرأة غامضة، امرأة أي تريح له بعيدة راسه. في نطاقه، بعيدة عن واقعه. طيب بموضوع الانترنت كمان في كثير علاقات، ما بعرف شو رايك دكتوره ليلى بالموضوع او اذا شفتي حالات فيها بتبلش على مواقع التواصل، ان كان علاقه حتى ممكن بعيده بكل حدا ببلد وبترجع بتنتهي بزواج، قديش نسبه هيدي وقديش بتشوفيها ممكن تنجح؟ طبعا هي ممكن تنجح وممكن لا، بس قديش نسبه انه بتنجحها؟ لا طبعا، انا بالنسبه لي وبحكم عملي في هذا الاتجاه، وهذا بالنسبه لي هاجس، اللي هي علاقات خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لما قلت مقننه يكون في رقابه معينه، لكن وسائل التواصل الاجتماعي سناب شات، انستغرام، وات ايفر، الموضوع مره خطير، خصوصا لما المستخدم يكون في معايير معينه، السن والوعي والى اخره. لا، العلاقات خلال هالوسائل 90% فاشلة، و10% استمرارية فيها مو طويلة، فما أؤيد أبدا. أحس أنه هذه قناة فاشلة جدا ومؤثرة تأثير سلبي على حتى العلاقات السوية والعلاقات السليمة داخل الأسرة. بس في حالات كمان بتنجح دكتورة ليلى، في نسبي يعني بالفترة الأخيرة صار عن جد في كتير ناس عم تتعرف على بعضها على مواقع التواصل، خاصة بتكون يعني مش مثلا مغتربة، مش كتير عم تشوف شخص يمكن بدها اياه من بلدها، مش عم تشوف كتير مثلا لبنانية، مش عم تشوف كتير يمكن من طائفتها، في كتير ناس هيدا كان مساعد لهم مواقع التواصل الاجتماعي ونجحت. مو أنا قلت أخت ميسون في البداية، قلت لازم يكون في معايير معينة عشان تنجح، لازم يكون عمر ناضج، واعي، أهداف، تكون طبعا أهداف سليمة، أهداف، فهي تنجح في هذه الحالة. زي ما قلتي أنت وذكرتي حضرتك أنه هي أساسا أنت هي قناة جديدة استغلها الناس لأنه محتاجينها، لأنه فعلا محتاجينها. أنا أشكرك. عبر الهاتف من الرياض كنت معنا دكتورة ليلى عبد العزيز الهلالي، مستشارة اجتماعية وأسرية.